نبقى في الشأن التربوي، حيث شهد المعهد الثانوي بقربة احتجاج الإطار التربوي، وذلك بعد تعمد تلميذ الاعتداء باللكم والشتم على أستاذ بإعدادية شارع لحبي بورقيبة. ولمزيد التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف ممثل النقابة الأساسية للتعليم بقربة محمد علي الخميري. أهلا بك. أهلا مرحبا أختي. شكرا لك. سي محمد، بداية لو نرجع معك على حيثيات هذه الحادثة وخاصة ما هي أسبابها. الاسباب راهي معناتها تنرجع حول الوضعيه الكارثيه اللي تعيشها الاعداديه شارع بقيبه قرب. الاعداديه معناتها معروفه معناتها بوضعيتها الصعيبه، يعني تتسع 1800 تلميذ، 1800 تلميذ في نقص كامل للتأطير، لغياب معناتها الاعوان الكافيه باش تأطر العدد هذا الضخم من التلاميذ. الاعداديه نورمالمون تكون فيها 1000 تلميذ 1100 تلميذ، فيها ما يقارب 1800 تلميذ، مما يجعل التاثير التلميذ صعيب ياسر في الوضعيه هذه، مع غياب كامل للمسؤوليه الاولياء، الاولياء اللي معناتها ما يتابعوش اولادهم. الشيء اللي خلى الحادثه هذه هو حوادث يوميا تصير في الاعداديه. الاعداديه عندنا 8 سنين نعانيه الوضعية، نبهنا سلوك الإشراف، نبهنا حتى الوزارة الإعدادية هذه يجب لها حل جذري، لقينا معناتها صد من جميع الأطراف، وهذا اللي وصلنا للي عشناه اليوم. اليوم تلميذ متواجد في المنطقة سنة سبعة أساسي، عاودة السنة الدراسية ثلاث سنين، معناتها هو ديجا مأيس من مواصلة الدراسة. ثلاثية كاملة غايب على الاعدادية. اليوم يدخل للساحة يتحرش بأحد التلميذات، تحرش واضح معناتها في غياب كامل معناتها التأطير. الأستاذ لاحظ الشيء هذايا، الطفلة قامت بالفرار ودخلت القاعة من القاعات، التحق به التلميذ هذا، مما كان الأستاذ ما نجمش يسكت، خلط عليهم للصالة. التلميذ معناتها ما عجبتوش الحكاية، ولا توجه بكلمة نافية للأستاذ على أساس يجلح يقول واو. الأستاذ استنجد أحد القيمين اللي ما عرفتش شكونه، معناتها والتحق بقاعة الأستاذ، فما كان من التلميذ انه التحق بقاعة الأستاذ وقتها حم قاعة الأستاذ وقام بلك من الأستاذ باعتداء معناتها على الإطار التربوي، يعني حرمة الأستاذ هي من حرمة قاعة الأستاذ. هذا ما جعل معناتها الأمور تتأزم، وقررنا إن شاء الله غدوة تكون معناتها فقط احتجاجية للتصدي لمثل هذه الظواهر اللي قلنا راهي متكرر متكرر، معناتها عندنا 8 سنين نعاني منها، ما فماش عام تعدى في الإعدادية شارع بورقيبة والناس كل تعرف الشيء هذا. وانا في الحاله هذه غادي نحمل مسؤوليه حتى للاولياء اللي يوصلوا يبعث ولده للاعداديه ويعرف الوضعيه نتاع الاعداديه. واضح. وما يهموش الشيء اللي صار حتى في المنطقه المحيط تاع الاعداديه، راه ثم كوارث كانت فيه عندها ظل من حريفين من شتى الانواع، معناتها قعدت في المحيط ومعناتها غريب الامر انه المجتمع المدني. شكرا. واضح. شكرا محمد علي الخميري ممثل النقابة الأساسية للتعليم بقربة، ونعتذر مشاهدينا على رداءة الصوت.